السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، بعد تشكر ربنا مسلين نبي صلى الله عليه وسلم لسنقون استرف تحديث نبي صلى الله عليه وسلم الكلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به نكن وصل بكان الكلم أزول جي سيلي كانوا في قدام ناس وجي سيلي مكويس ما خشوع كل لكن كانوا في أبارة صلاة دقيقة خمسة وجي سيلي ما دقيقة واي وبيكون جس سليم مربنا كمان وبيكون لجو صفة من صفة منافق ربنا جي كلم إن المنافقين حقيقة والله بلا شك المنافقين منافقين من صفات توم يخادعون الله وهو خادعهم مونجي كبس ربنا مونجي سليم مربنا وربنا كمان جي سومهم ليب وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة منافقين كان يجي في سلام ويجي في مكسلام مونجي سيلي كسلام كسلام يراؤون الناس مونجوه دينا ناس كان مون في مون براما مكي سيلي لأن كان مون في مون ناس مونجوه ريمون يعرف سيلي ولا يذكرون الله إلا قليلا منافق مجي ناطق تجربنا إلا قليلا إلا سيا ذكر ربنا دي منافق مجي تاجا دي من علامات تا منافق وكنا كافر نفسي تنا كنا ما كون من منافق شطب اللي قوه زول سيلي ومين اسنفس تديك خمسة تسو أذكار تصلانا دي كنتاب كلا الصلاة أزول إسلام جنافة ديكيك خمسة أو عشرة تجين تكلم أستغفر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين والكر كافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله مرة 33 الحمد لله مرة 33 الله أكبر مرة 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مرة 33 يلا تاقر آية الكرسي يلا تاقر قل والله رب الناس ورب الفلق تخلص يلا تتالى تروح شغل تك لكن منافق ومن نفس تا سو ذكر ربنا ولا يذكرون الله إلا قليلا إلا سيا يا مونجي تدي ربنا في ذلك إنما كن ما تربية زدي مذبذبين بين ذلك منافقين يكون فوستو منين مون ماف منين مون ماف لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء مفر الفوستو ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أزول الصاب أزول الرب نسيبه في سكة ودورو مف سكة وبيكون في ذلك إنما كن مصيفة تا ونافق وقال عليه الصلاة والسلام نبي كيلم يخرج في آخر الزمان بتالا في آخر الزمان زمن تا آخر رجال يختلون الدنيا بالدين بونجي كلب تو دنيا مدين زغول ودين جي كلب دنيا ودين وجي سيلي بعد الإشاء تبلي جو في دلومة ما مرة تعزول ما بنية تعزول ما أبوبة تعزول ما جدي تعزول وكلم دنيا والدين وقرا أشرب مريسة وقرا صور زنا يلبسون للناس جلود الضأن ممكن لبسنا ناس جيلتا كورو من اللين
ألسنتهم أحلى من العسل. لسان تومون كان مغونس وناسا وناسا تومون هيلو فتو لاسل وقلوبهم قلوب الذئاب جلبتهم باتان ذا جلبتا كلاب تا جهنم في كيلي نو بيجينا دي كيلي تا جهنم ما معرف كان مرف جهنم وناينا كيلي يو كيلي كيلي جهنم يعني فوكس. يقول الله عز وجل ربنا دي كيلي ابي يغتروا منجي كابسانا او يجترئون او منجي سو معنا ليب فبي حلفت انا قالف معنا سيد ربنا دي كيلي لا ابعثن على اولئك انا برسلنا ناس دي منهم فتنه امتحان تدع الحليم حيران بسيب زول الباري وبيكون في وبي خيره وما بعرف وبي سوشيال دي امين كان زول سو حاجه شورت اناس ومن تزين بعمل الاخره وزول البياس سو ما عملت اخره وهو لا يريدها وما زو عملت اخره ولا يطلبها وما جيغوسو لعن في السماوات والارض يقول لعنه يعني تجيسو عملت اخره لكن تويرنا ناس تما جيسو شورت ربنا جيلا انيت من سماء الى ارض. وروي ابن عباس رضي الله عنهما ولقوا حديث من ابن عباس ربنا كي نزل نور هذه مع عباس وقي كلم ان في جهنم لواديا في جهنم في جوهر تستعيذ جهنم من ذلك الوادي جهنم سيدو قاصدنا ربنا كي كافروا من لفرده من جوهر دي في كل يوم من كل يوم 400 مرة 400 وعد ذلك الوادي جوهر دي دلونا نسمونه للمرائين من أمة محمد نا نسأل جوهرينهم جسو إبادة شركم من ورهم الناس من أمة محمد أدلونا نسمونه لحامل كتاب الله أزول عرف كتاب تربنا في دوستو وحفاظ القرآن لكن القرآن لو حفاظ دي وجي ورونا ناس وارف أغر زيد والمتصدق في غير ذات الله وأزول القام بصدقة وما قام بشور تربنا وقام بشور قولي صفة والحاج إلى بيت الله وأزول القرصو حجة في جوة تربنا وما قرصو حجة شور حجة وازو كانوا ارجيني كيجينا دو حجي فلان حجي فلان جيجا لا والخارج في سبيل الله وازول القتال افسيكة ربنا يعني به من المرائين ناس القصوشور كمون ورمونا ناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من جب الحزن نبي صلى الله عليه وسلم كان جي أسد ربنا كي كافروا من جب الحزن من بكان جنا دي جب الحزن ويخبر أنه موضع في جهنم دي بكان من جهنم أعده الله للمرائين في أمالهم ربنا عادوا لدينا ناس الجسو عمل شركمون ورمون ناس ولا يصاب بالرياء إلا الذين يعملون الخير بظواهرهم ناس يكون مرياء إلا ناس الجسو خير ما قدام ناس بارتو جسو خير لكن من جوا وهم بالله وآياته يستهزئون ومن ما آية ربنا من جسو استهزاء من جسو مزاح وقد سبق أن الله تعالى كان نكل من أولاد ربنا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه عمل التجسو ربنا ما جيرو له إلا كان تسو إخلاصا لله ندفنية تجسو شرط ربنا حيث قال ربنا كلم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ربنا كلمة الكويس غروفوكنا ربنا وشنو أجيلي زو كلمة دي العمل الصالح غارفة كلمة دي وأراد بذلك ما كان خاليا من الرياء والسمعة عمل دي كان زول كيسو كما كون ما رياء ما ويرونا ناس ويرونا نا أناس
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ونسل جسو مكر من جسو حيلة تا سوى أجن البتال لهم عذاب شديد يعني جسو حيلة أجيكا بسناس أجيسو شور تربنا ترو جسو شور تنفسي تو ومكر أولئك هو يبور وحيلة تومون ومكر تومون دي جي ودور في زده سو عمل شورت ربنا متى سو عمل شورت بنادم شورت يو نسيتا كويس شورت تغريتا مع ناس في زده كناب لنا ربنا وده من علامات من علامة توانافق سو حاجة شوروريتا مع ناس والله أعلم.